أكبر المصائب وأصعب فراق يكون بمصيبة الموت. هذه المرة تكلت الساحة الكروية الأغواطية نوح بنقير الذي غادرنا بحادث سير أوقف مسيرته. لم ينعم بحياته الجديدة كمدرب للشبان في النادي الذي ترعرع فيه، لم يظهر تكتيكاته وقوته الذهنية لأن سقف حياته انتهى في حدود 29. لاعب اتحاد الأغواط من النفس أن يرى فريقه في أعلى الأقسام، فكان اللاعب المناصر والمدرب. لم يشفي غليله لأن الموت خطفه من أحلامه. صاحب الابتسامة كان يتسلل بها لقلب كل إنسان، لكن القدر منحهم تعاسة على فراقه. نوح، تركت أخلاقا تتكلم عنه تشفع لك. في الحياة من العادة أن صاحب الابتسامة يكون محبوبا بعد كل لقاء، لكن قد يتسلل الحزن في الحياة بعد وفاتهم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وإن على فراقك يا نوح لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون.